السيدة تيريز ديب مسؤولة مكتب الجودة بمستشفى المعونات الجامعي موجودة معنا اليوم نتعرف أكثر على هالمستشفى ونبارك بالآيزو كمان يلي حسته عليها مؤخرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. مرسي. مستشفى المعونات الجامعي يعني مشهور جدا، الناس بيرتاحوا أنه يفوتوا على هالمستشفى أو هيك كأنه في كمان راحة نفسية غير يعني غير كل يعني المستلزمات الطبية يلي موجودة. خبرينا عن هالأجواء كيف تخلقوها. مستشفى سيدة المعونات الجامعي مستشفى تأسس سنة 1950 على تل كتير حلوة بجبال، كان بيحوي 20 تخت، نعمل لخدمة المنطقة بجبال لأنه بس يكون في مرضى أو شيء بدهم يستقبلون لحتى يثبتوا لهم حالتهم يصيروا ستاب للمرضى ويقدروا ينقلون على مستشفيات ببيروت. هيك بلش، تأسست هيك بهالفكرة يعني. بعدين صارت تكبر لحتى رح توصل بإذن الله سنة 2018 بآخرها لتصير 300 تخت بمؤسسة جامعية طبية محترمة كبيرة جداً، بتحوى 800 موظف من كافة الاختصاصات وحوالي 225 طبيب كمان من كافة الاختصاصات من ذوي الخبرة من مراجع بالطب من أساتذة جامعة، يعني مستشفى مكتملة. المستشفى بتعاقد مع جامعة الروح القدس بالكاثوليك يلي هي اثنيناتهم مؤسسات تابعين للرهبنة اللبنانية المارونية. نتعرف أكثر على هالمستشفى بهالفيديو. We deliver hope، يعني فعلا هذا يعني شيء أساسي ومهم، شعار بالنسبة للمرضى بالنسبة لأهليهم كمان، هذا شيء بتهتموا فيه. مكتب الجودة يعني شو بمستشفى؟ مكتب الجودة بمستشفى تقريبا سنة 2000 وقت وزارة الصحة قررت تدخل معايير جديدة لتقييم المستشفيات صار إلزامي على كل مستشفى تعمل مكتب للجودة. مكتب الجودة شو بيشتغل؟ مكتب الجودة هو بيعمل نظرة وكنترول إذا بدك على كل شيء كتب بالمستشفى من بروتوكول بروسيدور كل شيء أنظمة عمل، بيعمل استبان لرضا المرضى بالمستشفى إذا في عندهم ملاحظات شيء، بيعمل تقييم داخلي مثل أوديت انترن، وبيعمل شيء تجميع للكي بيرفورمانس انديكيتورز يعني لحتى يقدر الإداء يكون أحسن ويجي من وراء تحسين، يعني على طول نحن بحالة تحسين. المكتب الجودة أساسي لأنه هو بيشتغل بعمليا مع كل أقسام المستشفى وكل إدارات المستشفى، وما معقولة نفوت بتقييم من وزارة الصحة بلا ما يكون بالمستشفيات في مكتب جودة. إذن هذا موجود بكل المستشفيات؟ نعم، صار إلزام يكون موجود من سنة 2000 بكل المستشفيات وقت وزارة الصحة
مشكورين يعني لأنه عملوا شغل كتير أساسية بالمستشفيات من مديرها العام للوزير، عملوا شيء كتير مهم، خلقوا حركة بالمستشفيات تطورية إذا بدك. الأيزو شهادة جودة ولكنها خاصة. نعم. وخاصة فيكم اليوم، وهيدي مبادرة للمستشفى. نعم. هيدي مش مجبورين فيها. لا برافو، هيدي شغلة مش مجبورين نحن فيها، هيدي شغلة اختيارية بحت. يعني وزارة الصحة بتبعت مقيمين دوريين كل 3 سنين أو أكتر شوي لحتى يقيموا الإداء بالمستشفى ويعطوه من وراها شهادة كل 3 سنين أو أكتر شوي. هلأ نحن بقرار من إدارة المستشفى من بيربستام خوري اللي هو مدير عام مستشفى سيدة المعونات الجامعة بجبال، قرر أنه نحن ما بدنا نعيش هذه الحالة. نحن بدنا نكون على طول بحالة تحضير للجودة جاهزين. يعني إذا نحن اليوم بنعمل شهادة الأيزو 9001-2015 يلي هي الوعاء إذا بدك اللي احتوى كل معايير الجودة يلي هي طالعة من وزارة الصحة ومن المعايير العالمية بنحطها فيها، ونحن بنحضر حالنا لأنه الناس بتتحضر وقت اللي بيكون فيه اكريديتاسيون أو تقييم، بتتحضر المستشفى، بتتحضر والأرض، بتتحضر وشوي بيجي التقييم، بفل التقييم بيصير فيه يلي اسمه الاسوفلوما أو الافسوفلي. قال بيربستام هيدي نحن ممنوع تكون عنا، نحن بدنا نضل بحالة جهوزية تامة. لنفوت بهالحالة الجهوزية التامة لازم ناخد قرار نعمل شيء نحن أينه، يعني بإرادتنا البحث منا نحن. عملناه وهو رح يكون حضرنا له على أكثر من سنة، حضرنا له لحتى نقدر نحصل على الشهادة، حضر علمنا الناس، بعتنا عملنا أشياء كتير. في مراحل لازم تتبع ومراحل مراقبة. نعم، مراحل مراقبة، مراحل متابعة، مراحل تحضير، مراحل كتيبة، مراحل سؤالات، يعني كتير حضرنا نحن 800 موظف يعني و 225 طبيب، يعني منا عدد، يعني منا ستركتور صغير، ستركتور كتير كبيرة فيها كافة الاختصاصات وكلهم مجبورين نحن نطبق معاييرهم. يعني ما فينا نخدق إذا في واحدة منهم مثلا تأخرنا نطبق معاييرها، وكلها معايير صعبة وبدها شغل وبدها تحضير، بدها كتيبة، بدها تعليم ناس، كتير فيها تحضير. بقى نجحنا كتر خير الله، نجحنا أنه نعمله هذا الموضوع لأنه في كلمة دايما بعدنا إياها بيربستام، كلمة أساسية وبحب هيك أولى، بقلنا الارتجالة ما بيسوى. تحضير، التنظيم، هذا اللي بيزبط، تخطيط، هذا اللي بيزبط، ارتجالة دايما الواحد. بعدين الالتزام هلا ما بعد الأيزو. الالتزام ما فينا يعني هلا نقول عملنا خلاص ياس نحن خلصناها وخلص الموضوع، أكيد لا. نحن في عنا بيريوديك ما زيارات، يعني كل سنة في عنا زيارة أكيد بدنا نحافظ عليها لنضل نحن عنا ذات النيفو. نحن ما عملناها كرمال تكون ماركتينج، يعني منا كانت وجهتها الأساسية ماركتينج، وجهتها الأساسية تقديم أفضل برستاسيون، أفضل خدمة للمرضى بأعلى جودة، يعني نزيحن المخاطر ونقدم لهم أعلى كاليتي، أعلى نوع خدمة للمرضى. لأنه شو نجاحها؟ كيف بتنجح؟ كيف بتنجح الدمارش؟ بتنجح بثلاث أساسات: إدارة ملتزمة، لما بيكون عندك مدير جان مثقف متعلم عنده أفكار ما فيك ما تلتزمي، هو أمبليكي بيكون بالمشروع، فايد بالمشروع. لما بيكون في عندك موظفين من ممرضات عندهم مستوى عالي من تقديم الخدمات وموظفين، لما بيكون في عندك أطباء أمبليكي، لما بيكون في عندك مرضى فدال للمؤسسة، أكيد بتنجح حق دمارش. ما معقول ما تنجح حق دمارش أبدا. بس عدد كبير من الموظفين هيك ومشغولين، يعني إيه؟ مش فاضيين أبدا، ولا عندكم إيه؟ ولا دقيقة بالنهار أنه تكونوا عم تعملوا غير شغلكم، أنه تكونوا قادرين تجمعون حول هالهدف كمان مش هين. كتير كتير حلو ترافايد كيب لما بيكون كله عم بيشتغل على ذات الهدف، كلنا سوا بدنا ننجح، بدنا نوصل لمحل، عارفين وين رايحين وعارفين طريحين ومن من أ لباء، عارفين الطريق وعارفين شو بدنا نهيدا. والموضوع انه الحلو بالموضوع انه نحن بهالديمارش لغينا ستريس وخلقنا بداله قصة حياة، يعني نحن ستمود دو في اليوم صارت طريقة عيش، ثقافة بالنسبة لنا الجودة، ما عادت بالنسبة لنا بيجوا لعنا بنقتل حالنا بنشتغل الشغل الماكسيموم بعدين اخر شيء بنروح بنصير عنا بنصير اسوفلي، لا نحن بدنا نكفي ذات التأثير إيجابي. أكيد تأثير إيجابي، تأثير عملنا إيجابي كاستيونير على الموظف وعلى كل اللي عم يشتغلوا حتى عملنا كاستيونير من بعدها سألناهم عن رأيهم بهالموضوع، يعني كان أكثر من 90-91% إجابات إيجابية بالنسبة للديماش اللي عملناها. بعدنا شوية وقت، شو بتحبي تزيدي؟ أنا بس بدي زيد على اللي قلتيه حضرتك أول شيء وديليفر هوب، بدي زيد لك شغلة. مبارح نحن بمكتب الجودة مثل ما قلت لك بنعمل زيارات للمرضى، زيارات يومية. بقى بزيارة مبارح لأحد المرضى
بيقول لي، قلت له ان شاء الله مرتاح عنا بسيده المعونات، بيقول لي انا بدي اشكركم انكم استقبلتوني لانه هيدا بيت الله وبيت مر شربي. يعني ليوصل مريض يقول لنا هيدا الشيء بفتكر انه نحن هدفنا هدف بروسام، هدف الرهبانيه اللبنانيه المارونيه تحقق، اكيد هذا الهدف الاسمى تحقق، ونحن مثل شعارنا مهنتنا دعوتنا اكيد بنكون طبقناها. حلو. على كل حال يعني الاهتمام النفسي بالمريض والاهتمام الروحي كمان الهيئة بالمريض كمان من شعاراتكم وأساس بالنسبة لكم. نحن بنعرف هالشي وقدي يعني هالشي مساعد بعلاج المريض يعني أكيد. وقدي هون إذا عم نحكي ستريس فري للموظفين كمان ستريس فري للمريض ولأهله يحس حاله أنه هو بأيدي أمينة. نحن عم نشتغل على هذا الموضوع على طول، هذا هدفنا وعلى طول عم نشتغل عليه. طبعا تحية كتير كبيرة لكل العاملين بسيدة المعونات، للإدارة، لكل لمكتب الجودة، وبنقلكم مبروك مرة جديدة شهادة الآيزو، وحلو أنه نضل جاهزين فعلا لما منكون ملتزمين محضرين صح. مخططين وجاهزين نحن منكون مرتاحين صح. شكرا لك ولوجودك. بشكرك كتير. خلص وقتنا اليوم بـ MTV Live، موعد جديد بكرة مع مواضيع جديدة. باي باي.